الأشواط والشوط الثاني عشر المنطلق بهذا الأداء الجميل الخاص باللقاية القعدان المهجنات الأصايل هنا خلال هذا الأداء المميز لي أيضا أبناء القبائل. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم وانطلاقة هجن أصحاب السمو الشيوخ. نتابع هذه المجريات، نتابع الانطلاقة، نتابع التحدي، نتابع مثير فالح بن محمد بن علي الشامسي من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول المركز الثاني بهذه الانطلاقة. من الجانب الآخر هنا القادم بهذا الأداء الجميل ويتسلل من مركز إلى مركز الحنيش لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مصيحان في المركز الثاني، راشد بن عبد الله بن أحمد المزروعي من يأتينا على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق هنا على ثالث المراكز لماح حزام بن حمود بن حزام الحزمي بن حمود بالحزمي لعفاري من يأتينا على المركز هذه اللحظات الثالث. وفي المركز الرابع سراب في المركز الرابع للسيد علي بن سلطان بن هاشم لقتبي. وفي المركز الخامس مثير فالح بن محمد بن علي الشامسي وياتينا الطيار احمد بن محمد بن راشد الظاهري من ينطلق بهذا الاداء المميز على سابع المراكز. وفي المركز الثامن المركز الثامن المعري سيف بن محمد بن سلطان الظاهري هنا مع المعري هذه الانطلاقة على المركز الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع راهي لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري وياتينا مختار سالم بن علي بن محمد النيادي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هذا الانطلاق المميز. نعود إلى صدارة وإلى المقدمة وإلى المركز الأول. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الحنيش المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الحنيش لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني مصيحان راشد بن عبد الله بن احمد المزروعي من ياتينا على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث سراب من ياتي على ثاني المراكز علي بن سلطان بن هاشل لقتبي. وفي المركز الرابع الطيار احمد بن محمد بن راشد الظاهري من ياتي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس لهنا القادم بكل قوه راهي، راهي لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري من ياتينا خامسا. وفي المركز السادس، المركز السادس مثير فالح بن محمد بن علي الشامسي مع مثير في هذه الانطلاقه والتحدي. المركز السابع لماح للحزمي بن حمود بن حزمي لعفاري من يأتينا هذه الانطلاقة هنا على المركز السابع. وفي المركز الثامن يأتي شاهين راشد بن سالم بن سعيد لمسافري وبن طحنون مع مياس فهد بن طحنون الهادري قادم مع مياس. وفي المركز العاشر يأتي وداع لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري على عاشر المراكز.
نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. لا زال الحنيش المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الطيار في المركز الثاني لأحمد بن محمد بن راشد الظاهري، وعلى المركز الثالث والمنطلق في هذه اللحظات راهي لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري، من ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مصيحان راشد بن عبد الله بن احمد المزروعي، من ياتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين راشد بن سالم بن سعيد المسافري، سادسا ياتي مياس فهد بن طحنون الهاجري، من ينطلق على سادس المراكز. هذه هي النتائج للمراكز الستة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي الجميل مع الكيلومتر الأخير. الحنيش يزال مسيطر على زمام الأمور على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الحنيش من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول لسعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد هو المنطلق هنا على الصدارة. يلا يا المتعب أهالي نادي الشبة يبغون سلام جميل بهذا الانطلاق. والسلام هناك الواصل راهي لسعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري برياتينا ثانيا. وفي المركز الثالث شاهين راهب بن سالم بن سعيد المسافري على ثالث المروكز والتحدي. ولكن أرى راهي من انتزع الصدارة انتزع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. راهي هنا لسيد سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري. وفي المركز الثاني الحنيش في المركز الثاني سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، وعلى المركز الثالث شاهين راهد بن سالم بن سعيد لمسوفري. ولكن راهي على الصدارة راهي على المقدمة على المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. وهنا في هذه اللحظات سلام لأهالي مدينة العيد، سلام لأهالي هيري على هذا الأداء الجميل. التهانينا وناموس سعيد بن عيلان بن عبد الله لمهيري المركز الثاني. الحريش سعيد بن محمد بن سعيد بن مروهد المركز الثالث، شاهين راهب بن سالم بن سعيد المسافر المركز الرابع، مصيحان راهب بن عبد الله بن احمد المزروعي مركز الخامس، الطياري لاحمد بن محمد بن راهد الظاهري سادسا، سعيد بن محمد بن سلطان بن درويش مع وداع، وسابعا مع بن طحنون. ونعود الى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الاداء الجميل في هذه الانطلاقه 7:50 جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس للسيد سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري على فوز راهي بالمركز الأول. المركز الثاني أتانا الحنيش سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد ب7:50 سبعة من الأجزاء من الثانية هو توقيته الزمني. أما على المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام من وصل على ثالث المراكز هنا شاهين راشد بن سالم بن سعيد بن علي المسافري ب7:52 سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس تهانينا للجميع. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل أشواطنا بانطلاقتها وثارتها الجميلة مع عالم الأصالة في تحديات المرموم في صباح هذا اليوم الشوط 13 الذي يسبق شوط الختام. انطلق ليحمل كذلك في طيات في الابكار المحليات الاصايل اللقاية الذي تنطلق حاملة طموحات الملك.